رحلة الحصول على الطاقة أو استيرادها من خارج كوكبنا، من الشمس إلى الفضاء ثم إلى الأرض. مزارع للطاقة الشمسية خارج الكوكب توفر سنوياً أكثر من 100 ضعف كمية الطاقة التي يتوقع أن تستخدمها جل البشرية في 2050. مشاريع ثورية رفع عنها 2023 الستار، والدول الإفريقية والعربية ستكون الحلقة الأقوى فيها. رحلات للفضاء لجمع هذه الطاقة والمجيء بها إلى الأرض. ما هي هذه الطريقة ولماذا وصفت بالثورية؟ وكيف يمكن نقل هذه الطاقة من الفضاء إلى الأرض؟ وما الفرق بينها وبين مشاريع الطاقة الشمسية الموجودة حالياً على الأرض؟ عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زوايا، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بآرائك في التعليقات. مزارع الطاقة الفضائية. مزارع، ولكن ليست بالمزارع الفلاحية، وليست الأرض مكانها. مزارع الطاقة الشمسية بالفضاء، المشاريع الثورية التي قلبت العالم رأسا على عقب، خطة لحصاد الطاقة الشمسية من الفضاء ونقلها إلى الأرض باستخدام موجات كهرومغناطيسية دقيقة. وبدأ الحديث عن هذه الثورة العلمية منذ عام 2023، أي من وقت ليس بالبعيد، وبالتزامن مع اتفاقيات دولية للحد من الأنشطة المعتمدة على الوقود الأحفوري. نحن اليوم نتحدث تحديداً على مشروع جديد يقوم على نقل الطاقة الشمسية عبر الفضاء إلى الأرض، أي جمعها هناك أولاً ثم نقلها إلى الأرض لاسلكياً. وهنا يأتي دور مزارع الطاقة الشمسية خارج كوكبنا. ما بات واضحاً اليوم للجميع أن الطاقة الشمسية هي واحدة من أهم مصادر الطاقة المتجددة، وبالتالي بديلاً مستداماً للوقود الأحفوري. المشروع الثوري. لتفسير التقنية أكثر، هي عبارة على إنتاج أقمار صناعية في المصانع على الأرض، ثم تجمع في الفضاء بواسطة روبوتات مستقلة، وهناك تقوم بتحويل الطاقة الشمسية التي تجمعها إلى موجات راديو عالية التردد، وتبث إلى جهاز استقبال هوائي معالج موجود على الأرض. هذا الجهاز هو الذي سيحول موجات الراديو تلك إلى كهرباء. كل قمر صناعي يمكنه توفير حوالي 2 جيجاوات من الطاقة، مما يعني أن كل قمر صناعي إذا ما أردنا مقارنته سيكون على نفس المستوى من إنتاج الطاقة هو ومحطة طاقة نووية. ذلك أن الألواح الشمسية الفضائية لها قدرة أكبر على جمع الطاقة مقارنة بالألواح ذات الحجم المماثل الموجودة على الأرض. ويعود ذلك لسبب رئيسي، وهو أن ضوء الشمس هنا على الأرض يمر عبر الغلاف الجوي، لكن في الفضاء يأتي مباشرة من الشمس من دون أي وسائط، وبالتالي توفير وجمع طاقة أكثر وفي وقت أقصر ودون انقطاع. وهنا نشير إلى نقطة أخرى، وهي أن المشاريع التي قامت بها غالبية الدول في هذا المجال، أي التحول إلى الطاقات النظيفة، كان له فائدة، إلا أن بعضها وجدت صعوبة في ذلك للسبب الذي شرحنا، أي أنها لا تحصل على القدر الكافي من التعرض إلى أشعة الشمس، وهو ما يجعلها في تبعية لدول أخرى. ولكن مع المشاريع الجديدة يبدو أن هذه المشكلة ستحل. فبالحديث عن الطاقة الشمسية بالفضاء، نحن نتحدث عن طاقة متاحة على مدار الساعة لا تتحكم بها العوامل الجوية وأوقات الغروب والشروق كما هو في الأرض، مما يعني إمكانية توفير الطاقة بشكل مستمر. لذلك يطلق عليها كذلك مشاريع الطاقة المستقلة عن الطقس، أي تلك التي تتأثر بالظروف الجوية كما على الأرض مثل الغيوم أو الأمطار. ومن المؤشرات الأخرى على نجاح هذه التقنية وإنقاذها للبشرية، أولاً وحسب الخبراء، هناك مساحة كافية في مدار الأرض تتسع للأقمار الصناعية التي تعمل بالطاقة الشمسية، وثانياً هناك كمية إمدادات هائلة،
حيث أن جزءاً صغيراً من المنطقة حول الأرض يوفر أكثر من 100 ضعف سنوياً من كمية الطاقة التي يتوقع أن تستخدمها البشرية كلها في عام 2050. فهل أنتم مدركون للثروة التي سيحصل عليها العالم؟ وكيف أن الطاقة ستكون بين أيدينا من الشمس مباشرة؟ إضافة إلى أننا لن نكون في حاجة إلى الوقود الأحفوري. ويبدو أن عدداً من الدول قد فهمت هذا المكسب العظيم، إذ نجد المملكة المتحدة توفر تمويلات قيمتها 3 ملايين جنيه استرليني لمشاريع الطاقة الشمسية الفضائية. ونشير إلى أن المملكة المتحدة الدول الجزرية، أي تلك التي تتكون أراضيها الرئيسية من جزيرة واحدة أو أكثر، فنجدها تواجه صعوبات في نقل الطاقة من الدول الأخرى، لذلك هي أكبر المستفيدين من مشروع نقل الطاقة الشمسية عبر الفضاء لتوفير الطاقة بشكل مستقل. من المستفيد الأكبر؟ لو أردنا الإجابة عن السؤال مجملاً لقلنا أن مشروعاً كهذا سيكون له وقع إيجابي على جميع دول العالم دون استثناء، وخاصة الدول التي تعاني من نقص في الطاقة أو تعتمد على مصادر الطاقة غير المتجددة. ولكن لو فصلنا أكثر فسنقول أن الدول ذات المساحات الصحراوية الكبيرة هي من بين الأكثر استفادة، وعلى سبيل المثال نذكر دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ويعود ذلك إلى ما لديها من إمكانات كبيرة لإنشاء محطات طاقة شمسية في الفضاء، كما تتمتع بكمية كبيرة من أشعة الشمس على مدار العام، مما يجعلها مناسبة لجمع الطاقة الشمسية. ثانياً، هناك الدول ذات الطلب المرتفع على الطاقة، مثل الدول الصناعية والدول ذات الكثافة السكانية العالية، وبالتالي فإن هذا المشروع سيكون طوق نجاتها. ثالثاً، الدول التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، منها التي تعهدت بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومشروع نقل الطاقة الشمسية عبر الفضاء هو البديل النظيف والمستدام. أما الدول التي بدأت فعلياً المضي في هذا الطريق، فهناك الصين التي تخطط لبناء محطة طاقة شمسية في الفضاء بحلول عام 2030، واليابان التي تخطط بدورها لنفس الهدف لكن بحلول عام 2050، والهند وهي تدرس هذا المخطط حالياً، ولا ننسى أمريكا والاتحاد الأوروبي. ولكن في نهاية المطاف نقول أنه لكل اكتشاف فوائد، ولكن كذلك لا يمكن أن يكون خالياً من السلبيات. حسب مجموعة أخرى من العلماء، فإن إطلاق عدد كبير من الألواح الشمسية في الفضاء أولاً سيكون مكلفاً، وبالتالي نعود إلى السؤال المعتاد، هل كل الدول قادرة على ذلك؟ ثانياً، وبالنظر إلى أن أي مشروع قد يتطلب مئات عمليات الإطلاق للأقمار، فإن ذلك سيولد أطناناً من ثاني أكسيد الكربون، وعوض الإصلاح نكون قد زدنا الأمر بؤساً. ولكن ما زال هناك القليل من الأمل في هذه النقطة، حيث تقول بعض الدراسات، منها تحليل بيئي لمشروع كاسيوبيا، إن البصمة الكربونية الناجمة عن عمليات الإطلاق يمكن أن تكون كميتها أقل من نصف الكمية الموجودة في الطاقة الشمسية الأرضية. فهل يمكن أن ينجح هذا المشروع؟ شاركنا رأيك بالتعليقات.